السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مغاز معكم من جديد من قناة حسب آلي على اليوتيوب، لأقوم معكم بتحديد الدرس الثاني، إدراج الصور من الوحدة الأولى، العروض التقديمية للفصل الدراسي الثالث 2022. نفتح على أول صفحة من هذا الدرس، صفحة 21، ونحدد منها إدراج الصور، العنصر الأول من الدرس، الهدف من استخدام الصور، وحدد هذين السطرين. للحصول على عرض تقديمي مميز، أضف بعض الصور إلى الشرائح. الصورة تختصر كثيرا من الكلمات، من خلال الصور يمكنك تقليل النص المستخدم. انتقل إلى الصفحة التالية، كل هذا سوف نقوم بشرحه في الجزء العملي. الصفحة 23، حدد منها العنصر الثاني من الدرس، تغيير حجم، نقل وتدوير العناصر في العرض التقديمي. حدد أيضا يمكنك نقل وتغيير حجم وتدوير الصورة في أي مكان على الشريحة. في العنوان ذكر العناصر ولم يذكر الصور فقط، لأننا نعرف من الدرس السابق أن العرض التقديمي يتكون من دمج بين عناصر متعددة. كل هذه العناصر نستطيع تطبيق هذه التقنيات عليها، النقل والتحجيم والتدوير، سواء كانت صورا أو نصا أو فيديو. انزل الآن إلى وسط الصفحة، هذا النص الوردي، حدد منه هذا الجزء واشطب عبر الإنترنت. يمكننا استخدام التقنيات نفسها للصور ومربعات النص. لماذا شطبنا عبر الانترنت؟ لأننا لسنا ملزمين لاستخدام الصور فقط عبر الانترنت في باوربوينت، وليست الصور التي في الانترنت فقط هي التي يمكن تطبيق التقنيات هذه عليها، التحجيم والتدوير والنقل. اذهب إلى الصفحة رقم 25 وحدد منها تطبيق نمط الصورة، هذا هو العنصر الثالث من عناصر درس اليوم. وحدد أيضا السطرين التي بأسفل منها، لجعل الصورة بارزة في عرضك التقديمي يمكنك تطبيق نمط الصورة. أنماط الصورة هي مجموعات من خيارات التنسيق المختلفة، مثل حدود الصورة وتأثيرات الصورة والانعكاس والظلال وغيرها. انتقل للصفحة 26، حدد منها هذا البوكس الوردي واكتب عليه مهم. نعم، يتعلق بالجزء العملي، وهو مهم لدرجة أن المعلم قد يأتي به في الجزء النظري في اختبار مثلا أو في واجب، وتكمن أهميته أنه مهارة تلزم كل مستخدم للحاسب إتقانها، حيث أنك تستطيع التراجع في برنامج باوربوينت عن الأمر الأخير الذي قمت بفعله كنقل صورة من مكان إلى مكان أو حذف شيء من على الشريحة، وذلك بضغط كنترول زي من لوحة المفاتيح، وسنأتي على ذكر ذلك لاحقا في الجزء العملي. حدد أخيرا يمكنك تحريك جميع العناصر الموجودة في الشريحة. كان هذا كل شيء يتعلق بالجزء النظري للدرس الثاني. لا تنسى عمل شير، لايك، سبسكرايب، الاشتراك في القناة، تفعيل زر التنبيهات، مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. شاركنا رأيك إذا كنت تحس أن شيئا آخر في هذا الدرس يحتاج إلى تحديد. محمد مغيث كان معكم من قناة حاسب آلي، إلى اللقاء.